بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم عن الفيديو الرابع عن إنتاج الكوسة المتسلقة داخل البيوت المحمية. تمام، النهاردة بإذن الله تعالى الزرع ده هو بقاله بالضبط النهاردة 28 يوم، احنا زرعينه 28/5، النهاردة 24 زود عليها يوم، تقريبا يعني حوالي 26 يوم النهاردة، 26 يوم زرعين، يعني 26 يوم يعني تقريبا في الأسبوع الرابع، 3/7 ب21، في الأسبوع الرابع المفروض حضرتك بتكون وصلت لي المستوى اللي احنا فيه ده هو. ما تقوليش المستوى ده، المستوى ده المفروض انت تكون وصلت له وإلا انت ما اشتغلتش صح من الأول. تمام، انا زرع معاك من الأول وبصور لك في نفس البيت، وما عنديش غير البيت ده هو بس بصوره لك من اول. لو شفت الفيديو الاول هتلاقيه نازل بتاريخ 28 مايو، النهاردة 24 يونيو، في يوم زيادة في الشهر اللي فات، يعني تقريبا النهاردة بنتكلم في 27 يوم تقريبا او 26 يوم زي ما يكون، يعني مش فرق في يوم. المهم لازم تكون وصلت لي الوضع اللي احنا فيه ده هو. ما شاء الله وصلنا لعملية التزهير، وصلنا لعملية التزهير، الزهرة كويسة هيت الحمد لله، مفيش أي مشاكل في مفيش مشاكل عندنا في الأعفان بتاعة الثمار هو تقريبا كل النباتات يعني الحمد لله فيها تزهير أهو قدامك زي ما انت شايف أهو. تمام أهو ماشي أهو التزهير تقريبا في كل النباتات فيها تزهير في الوقت ده هو. بنهتم يا جماعة بحاجات، الحاجات ده هيت منها ايه؟ التزهير قدامك هو ماشي، يعني 3-4 ايام دي ونجمع مفيش اي مشكلة خالص الحمد لله. التزهير عندك هو هناك هو، قربت لك مسافة التزهير، احنا في مرحلة التزهير. المفروض بالنسبة للأمراض نراعي برضو الأمراض الأمراض الفيروسية زي ما قلنا، بنعمل على طول كشف على القمة بتاعة النبات دهيت بحيث ان الفيروسات عندي ما تكونش موجودة خالص. اتعلمنا دايما ان الوقاية خير من العلاج، يا ريت الحاجة ديت نبقى واخدينها في الحسبان كويس جدا. الوقاية خير من العلاج سواء في الأمراض الفطرية او الأمراض الحشرية، والحشرة اللي هي دايما هي سبب المشاكل، إذا كان هتبقى تأثر تأثير مباشر في إن هي هتاكلي النبات أو هتأثر في الثمار وتاكلها وتخليها ثمرة غير اقتصادية أو غير مؤهلة إن هي تسوق بمبالغ كويسة، أو هتنقل فيروسات زي المنة هينقل فيروسات، عندي برضو الذباب البيضة هتنقل فيروسات، وأخطرهم طبعا الذباب البيضة اللي هتنقل الفيروس بتاع الزكيني اللي هو ممكن يدمر الـ 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 الكوسة عموما يعني. تمام، فعشان كده بنقول وقايه خير من العلاج، رش دايما عندك اللمباض السيهالوسترين ماده الفعاله اللي فيها، السيبامسترين رشها، الاستنبرايد رشه، الثلاث مواد ده هو الكلوروبيروفوس رشهم بالتبادل بس من بدري شويه من المرحله ديت خلاص، يعني نبدا بقى في المبيدات اللي هي ما تعمليش مشاكل بالنسبه للفتره ما قبل الحصاد. الكلام اللي بتكلم فيه ده هو كان المفروض من بدايه النبات ان انا ارش الحاجات دهيت، انا داخل على جمع احاول بقدر الامكان أضبط حالي وأبدأ لي بحاجة مبيدات ما يكونش الفترة ما قبل الحصاد بتاعتها عالية بحيث أن أنا ما ضرش حد، وخصوصا في الفريش فود أو الخضر بالذات فيها مشاكل بالنسبة للحاجات ده. يعني تمام، لازم توصل إن شاء الله للمستوى اللي انت شايفه قدامك ده هو. على فكرة احنا ما ضفناش لخدمة أولية ولا ضفنا سماد عضوي، لأن أساسا الأرض الحمد لله الخصوبة بتاعت عالية كانت مزروعة طماطم شتوي، فطبعا أنا هزرع خيار شتوي لسه 25/10، ففي فترة 4-5 شهور ما أقدرش أزرع فيهم طماطم لأن الطماطم بتكون أسعارها رخيصة، فياريت تستمر تشوف لك زرعة زي ده هي ما بتكلفش كتير اللي هي الكوسة، ومشاكلها مش كتير على أساس أنك تحافظ عليها من الفيروسات وتحافظ عليها من الأمراض الفطرية وخصوصا البياض الدقيقي. حاول تعمل رشات فطرية
ما بين البايلتون او الـ او الـ او البايفيدان او التلت او التوكسين، كل الحاجات ده هي كوقائيه كويسه جدا، بحيث انك انت ما تضطرش لان المرض يجي لك، والبياض الدقيق لو نزل الخيار الكوسه هيعمل لي مشاكل جامده جدا جدا جدا. الحاجه اللي بيشتكي منها المزارع عفان الثمار يا جماعه، ودايما حاطين لي الكالسيوم هو سبب المشكله، مش سبب المشكله دايما الكالسيوم، سبب المشكله ممكن يكون الكالسيوم، عفان طرف زهري ممكن يكون فيه الكالسيوم، ممكن تكون بتحطه وتضاد مع حاجات تانية، درجات الحرارة العالية ممكن تعمل لي مشاكل بالنسبة للكالسيوم، الأعفان اللي ممكن، أمراض الأعفان ممكن تعمل لي مشكلة، وبيختلط الأمر على الناس تقول لك ده نقص كالسيوم، وتمت كلمة درجة يعني حتى خريج امبارح مجرد ما بشوف أي أثر في نهاية الثمرة في أي حاجة يقول لك نقص كالسيوم. يا عم بالراحة، إيه ده نقص كالسيوم؟ على فكرة في علماء من علماء الأراضي أنا أعرفهم تقال يعني وأساتذتنا بيجزموا تماما إن صعب جدا إن يحصل نقص كالسيوم في أراضينا في الوطن العربي، لان احنا اساسا عندنا نسبه عاليه من كربونات الكالسيوم، فمع مرور الزمن بتتحول لنترات كالسيوم. ده يعني ده رايي، مش هقول يعني ما بجزمش بيه، بس ده رايي انا سمعته من اكتر من استاذ من اساتذه الاراضي الكبار يعني. تمام، فمش كل حاجة تحطها على الكالسيوم، ولكن برضو الكالسيوم في الوقت ده هو ضروري جدا جدا جدا. في وقت التزهير عندك ثلاث حاجات: الكالسيوم اهتم بيه، الفسفور اهتم بيه، البوتاسيوم اهتم بيه. قلل شوية من الأزوت، لأن أنا عندي الأزوت هنا ممكن يعمل لي مشاكل ويعمل لي تطور في النبات كبير، وبالتالي يعمل لي عرش على الفاضي. لا، أنا عايز نبات صحي وكويس، فبهتم بثلاث حاجات في الفترة بتاعت التزهير وبداية الجمع: اهتم بالفسفور اللي هيزود لي التزهير، اهتم بالكالسيوم اللي هيعمل لي دوت كويس جدا مع الفسفور في التثبيت بتاع الظهر، وهيحمي لي الثمرة ويطلع لي ثمرة كويسة من الأول خالص. ما أقومش النهاردة حصل كالسيوم أجيب كالسيوم وأحطه، مش هيعمل لي، مش هيفيدك حاجة، لأنه عنصر أساسا يعني عنصر تنح شوية كده، ويعني مقرف. عنصر الكالسيوم ده عنصر تنح ومقرف، ما تفتكرش إن هو سهل يعني إنك النهاردة حصل عندك نقص كالسيوم الصبح حطه. تمام، دي حاجة. الحاجة التالتة إنك اهتم بالبوتاسيوم عشان الإنتاجية بتاعتك تبقى كويسة، الثمرة تكون المميزات بتاعتها كويسة، وثمرة اقتصادية تقدر تضاهي أو تجيب بها أسعار كويسة في السوق. على فكرة بس بفكر الجماعة اللي هو وليس المتخصصين أو الناس اللي يعني اللي هم لهم باع طويل في الزراعة، فيه نقص في النبات بسموه النقص المستتر، وفيه نقص للعناصر بسموه نقص واضح. اللي حضرتك بتشوفه على النبات أصل اصفرار، النبات اللون بتاعه قرمزي فيه فوسفور، أصل النبات عندي فيه تشققات دي زيادة أزوت، أصل النبات عندي فيه في الآخر لطعة في الطماطم أو في الخيار ده نقص كالسيوم. الكلام ده كله ده نقص واضح انت بتشوفه، ولكن في نقص مستتر في النبات يعني انت ما بتشوفهوش، ولكن اوريدي هو موجود وما يكشفوش الا تحليل المعمل. فدايما خليك لو مهندس صغير او راجل هاوي كده يعني ما تندفعش، وخليك اهدك شوية وما تروحش دايما لانك تفتي بسرعة، لا خليك المؤمن كيس فطن، اهدى خالص خالص خالص، لان يعني فوق كل ذي علم عليم. الكوسة هي قدامك 27 أو 28 يوم. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.